Baik. Peserta yang ketiga pada pagi ini adalah Qori'ah daripada negara Brunei Darussalam. Beliau juga akan membacakan daripada surah Al-An'am bermula ayat 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila perkenalkan diri sedahulu. Saya Hajah Siti Wardah, Haji Abdul Rahman dari Brunei Darussalam. Surah apa akan dibacakan? Surah Al-An'am ayat 10. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا
ولهُ ما سكن في الليل وهو السميع فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم من يصرف يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله